أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات سلسلة أساسيات الشطرنج. السلسلة دي هتجيب على عدة أسئلة بتجول في أذهاننا، وخاصة سؤال: إيه هي المعلومات التي لا غنى عنها للاعب الشطرنج لكي يتقدم من لاعب مبتدئ إلى لاعب قوي؟ ومن ضمن آلاف وآلاف من الكتب اللي بيضمها عالم الشطرنج، في عدة كتب أجمع الخبراء على إن لا غنى عنها للاعب الشطرنج، زي كتاب أساسيات الشطرنج لكابابلانكا، أو كتاب أسلوبي لأرون نيمزويتش، وأخيرا كتاب الفهم السليم في الشطرنج لإيمانويل لاسكر. ودي هتكون موضوعات فيديوهات أساسيات الشطرنج. الملاحظة الأخيرة إن المشاهدين بيتفاوتوا في معرفتهم بالشطرنج، ولذلك هبدأ دائما من الأشياء البسيطة حتى نصل إلى الأشياء المركبة والمعقدة، ولذلك ربما هتكون بعض الأمثلة معروفة للكثيرين، ولكن فيما بعد هيبدأ المعلومات الجديدة تصل إليهم بتوالي الفيديوهات. ودلوقتي يلا نشوف أحد هذه الفيديوهات، وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. سلسلة أساسيات الشطرنج فيديو رقم 6، وتعال نشوف أحد المقولات الشهيرة في عالم الشطرنج: الخبرة هي المعلومات الجديدة التي تضاف بانتظام طوال ممارستك للشطرنج. ياسر صيروان بطل الشطرنج المشهور، وهو سوري الأصل. ودلوقتي تعال نشوف موضوع اليوم، وهو عن مبادئ النهايات. تعال نتعرف على أحد المبادئ الرئيسية الهامة في النهايات. الأبيض والأسود كل واحد منهم معاه تلات بيادق، والأبيض له بيدقين في جناح الوزير، بينما الأسود له بيدق، والعكس بالنسبة للأسود معاه بيدقين في جناح الملك مع بيدق، ولكن الملكين موجودين في جناح الملك. والنقلة للأبيض، والموقف ده موقف فوز للأبيض، لكن لو طبق المبدأ اللي اتكلمنا عنه سابقا، فالمبدأ هو تقديم البيدق الذي ليس أمامه بيدق منافس، يعني الأبيض هيفوز بسهولة لو لعب B4، لكن فلنفترض إن الأبيض ما يعرفش هذا المبدأ ولعب بدلا من B4 النقلة A4، هنا الموقف تحول إلى فوز للأسود، لأن الأسود هيكمل A5 وهيمنع الأبيض من لعب B4، ولذلك الأبيض هيلعب King G2 وهيحاول يتحرك إلى جناح الوزير لمساعدة بيادقه. لكن هنا الأسود بيلعب أفضل نقلة في هذا الموقف، وهي King F4، وحنعرف ليه إن هذه النقلة هي أفضل نقلة فيما بعد. ودلوقتي إذا الملك الأبيض تقدم إلى جناح الوزير، الملك الأسود هيسير معاه إلى أن يبتعد، وهنا الأسود هيقدم بيدقه في جناح الملك وهيحصل على بيدق سالك وهيفوز، ولذلك الأبيض بيحاول يلعب B4 على أساس إن يحصل على بيدق سالك، وبعد A takes B4 دلوقتي الأسود أصبح له بدأ سالك قريب مربع الترقية، والأبيض له النقلة أيضا حصل على بدأ سالك، وبيكمل التفريع A5 B3 A6 B2 A7 B1 Queen A8 Queen. ودلوقتي الأبيض والأسود حصلوا على وزير، ولكن الأسود له النقلة، ودلوقتي هنعرف ليه النقلة King F4 كانت هي النقلة الأفضل في هذا الموقف، لأن الأسود هيكمل بكوين E4 تشيك في حماية الملك، والكش دي هجوم مزدوج على الملك وفي نفس الوقت على الوزير، ولابد ان الابيض يكمل بكوين تيكس اي 4 تشيك كينج تيكس اي 4. ودلوقتي الاسود اصبح له بيدقين امام بيدق، ودي احد النهايات التقليدية اللي بتنتهي بفوز الاسود، وحنناقش طريقة فوز الاسود في المثال القادم. لكن لو رجعنا الى هذا الموقف اللي الابيض لعب فيه الكينج جي 2 والاسود كمل بالكينج اف 4، وطالما ان الابيض اضطر في النهاية ان يلعب B4، فليه ما يلعبهاش والملكين بعيدين في جناح الملك؟ والاجابة انه هيخسر ايضا حتى لو لعب B4 مبكرا. وتعال نشوف السيناريو: B4 AB4 والابيض والاسود كل منهم حصل على بدأ سالك، والنقلة الابيض اللي بيلعب A5 B3 A6 B2 A7 B1 Queen A8 Queen. ودلوقتي النقلة للاسود اللي هيجبر الابيض على تكسير الوزيرين والوصول لنفس النهاية السابقة كوين اف 1 تشيك، والملك ما عندهوش غير مربع واحد يروح له وهو مربع جي 3، او ممكن يطب الوزير ويحتل التكسير ونوصل لنفس النهاية، ولذلك الابيض بيلعب كينج جي 3
وهنا الاسود بيلعب ببساطه كوين جي 1 تشيك، والملك الابيض عنده مربعين ممكن يوصل لهم. لو راح للمربع اتش 3 هياخد تشيك ميت في نقله واحده بكوين جي 4 تشيك ميت، بينما لو جه في المربع اف 3 هيبقى على نفس الوتر مع الوزير، والاسود هيكمل ببساطه كوين اتش 1 تشيك، والملك لازم يتحرك والاسود هيفوز بالوزير وهيفوز بالدور. ولذلك يجب ان نتعلم المبدا الرئيسي الهام، وهو في حاله وجود اغلبيه بيادق في احد الاجنحه فلكي تفوز يجب ان تقدم اولا البيدق الذي ليس امامه بيدق منافس. ودلوقتي تعال نشوف احد النهايات التقليديه والمثال رقم 23. المثال ده هو التكمله للموقف الرئيسي اللي انتهى بيه المثال السابق، وايا كانت اللي له النقله فان الموقف هينتهي بفوز الاسود. على اي حال النقله للابيض، وافضل دفاع هو ان يبقي البيدق بتاعه على المربع اتش 2، وانت يمكنك انك تجرب بنفسك لو الابيض قدم البيدق وكيف ان هذا التقديم هيسهل مهمه الاسود في الفوز. على اي حال خطه الاسود هتنقسم الى ثلاثه اجزاء. الجزء الاول هو الوصول بملكه الى المربع اتش 3، وتعال نشوف ازاي الاسود هيقدر ينفذ الجزء الاول من خطته. الابيض بيلعب كينج جي 3 والاسود بيرد بكينج اي 3، والنقله دي هي افضل نقله للاسود لانه بيمارس بيها ضغط على الملك الابيض ويمنعه من التقدم للامام، وده اللي بنسميه المقابله، والفيديو القادم هنشرح هذه الطريقه بالتفصيل. على اي حال الابيض هنا لعب كينج جي 2 عشان يبقى بجوار البيدق، لكن لو الابيض ملعبش الكينج جي 2 وحاول انه يتقدم لاعلى ويهاجم بيدق السوداء ولعب الكينج جي 4، الاسود هيكمل ببساطه بكينج اف 2 وبيهدد ان يوصل لمربع جي 2 ويفوز بالبيدق. ولذلك الابيض بيلعب اتش 4، وهنا الاسود بيلعب ببساطه جي 6 وبيمنع الملك الابيض من التقدم الى الامام. واذا الابيض لعب اتش 5 هيلعب ببساطه جي 5 وهيحصل على بيدق سالك وهيفوز بسهوله. ولذلك كينج جي 4 لن تصلح، والابيض بيكمل بكينج جي 2، وهنا الاسود بيلعب كينج اف 4 كينج اف 2 كينج جي 4 وبيهدد في النقله القادمه بالوصول الى المربع اتش 3، والابيض بيحاول المقاومه قليلا وبيلعب كينج جي 2، لكن هنا الاسود بيلعب كينج اتش 4، والابيض لازم يبتعد عن مراقبه المربع اتش 3 وبيلعب كينج جي 1، والاسود بيكمل بكينج اتش 3. وبكده الاسود انتهى من تنفيذ الجزء الاول، والجزء الثاني قصير وسهل، وهو الوصول بالبيدق من المربع اتش 6 الى المربع اتش 4، وبيتم كالتالي كينج اتش 1 اتش 5 كينج جي 1 اتش 4. وبكده الاسود انتهى من تنفيذ الجزء الثاني، وبدا الجزء الثالث وهو الوصول ببيدق الجي الى المربع جي 3، ولكن بشرط واحد، وهو ان الملك الابيض يكون في المربع اتش 1. والاسود بينفذ هذه المهمه بعد النقلات البسيط، لان عنده ميزه تقديم البيدق سواء مربع واحد او مربعين، ولذلك بيختار احد هذين الاختيارين حسب موقع الملك الابيض. وفي هذه الحاله الابيض له النقله ولعب كينج اتش 1، ولذلك الاسود بعد العد اختار ان يلعب جي 5 كينج جي 1 جي 4 كينج اتش 1، والاسود بيلعب جي 3، والبيدق وصل للمربع جي 3 في الوقت المناسب. على اي حال الابيض هنا عنده اختيارين، اولا ياخد البيدق وثانيا يحرك الملك. لو اخد البيدق اتش جي 3 الاسود هيكمل ببساطه اتش جي 3 كينج جي 1، وهنا الاسود هيلعب جي 2، وبما ان البيدق وصل الى الصف السابع بدون كش اذا الاسود بيفوز. وبالفعل النقله الوحيده هي كينج اف 2، والاسود بيكمل كينج اتش 2 وبيرق في النقله القادمه وبيفوز. ولكن لو الابيض ما خدش البيدق ولعب كينج جي 1 ده هيسهل المهمه على الاسود اكتر، اللي هيلعب جي 2 وهيوصل للصف السابع بدون كش، والابيض ما عندوش غير كينج اف 2، والاسود بيلعب كينج تيكس اتش 2 والنقله القادمه بيرقي ويفوز. المثال ده هو تدريب ممتاز لانك تتعلم هذه الطريقه التحليليه وطريقه عد النقلات،
وكذلك تقسيم خطة الفوز إلى 3 مراحل وتفسير النقاط الأساسية لكل جزء. ودلوقتي تعال نشوف طريقة نحصل بيها على بدء سالك، وهنبدأ بالمثال رقم 24 الجزء الأول. في الموقف ده الأبيض له 3 بيادق والأسود له 3 بيادق والملكين بعيدين في أحد الأجنحة، والحقيقة الأبيض له ميزة وهو إن بيادقه قريبة من مربع الترقية، ولذلك لو الأبيض له النقلة بيفوز، بينما لو الأسود له النقلة بيتعادل. وتعال نشوف في الجزء الأول من هذا المثال لو الأبيض له النقلة. المبدأ اللي بيحكم فوز الأبيض في هذه الحالة هو تقديم البيدق اللي في الوسط، وانت حاول انك تقدم اي بيدق من بيادق الجوانب، وهتجد ان الموقف لن ينتهي بفوز الابيض، بينما هيصل الى الفوز بسهولة لو لعب البيدق الاوسط وكمل ببي 6. ودلوقتي الابيض بيهدد ان ياخد اي من البيادق ويرقي، والاسود عنده اختيارين، ياخد ببيدق السي او ياخد ببيدق الاي. فلو اخد ببيدق السي، سي تيكس بي 6، الابيض هيفوز فورا بالنقلة اي 6، عاوز ياخد على المربع بي 7 ويفوز، ولذلك الاسود مجبر على لعب بي تيكس اي 6. ودلوقتي اصبح بيدق السي الابيض سالك وبيتقدم ببساطة الى مربع الترقية والابيض بيفوز. ولكن لو الاسود ما خدش بيدق السي واخد ببيدق الاي، الابيض هيعمل العكس وهو ان يلعب سي 6 وبيهدد ان ياخد على المربع بي 7 ويفوز، ولذلك الاسود مضطر للعب بي تيك سي 6. وهنا الابيض بيحصل على بيدق سالك ولكن على العمود A، وبيتقدم للامام وبيفوز. ولذلك لازم نتعلم المبدأ الرئيسي وهو تقديم البيدق الاوسط، وننتظر المنافس. لو اخد مثلا ببيدق الA، بنقدم البيدق اللي هو في عكس الاتجاه وهو بيدق السي، والعكس بالعكس. ودلوقتي تعال نشوف الجزء الثاني من نفس المثال وازاي نحصل على بيدق سالك. نفس المثال ولكن في هذه الحالة النقلة الاسود اللي بيلعب بنفس الطريقة وهو تقديم البيدق الاوسط وبيلعب بي 6، ولكن للأسف الدور هينتهي بالتعادل لان الابيض اقرب كثيرا من الاسود الى مربع الترقية. الابيض بيكمل سي تيكس بي 6، والاسود ما عندهوش اي وقت لتقديم البيدق المعاكس لان الابيض بيهدد بالترقية في نقلتين، ولذلك ليس من المفيد للاسود محاولة الحصول على بيدق سالك. ولذلك الاسود بيكمل سي تيكس بي 6، اي تيكس بي 6، اي تيكس بي 6، والدور لو اتلعب بطريقة صحيحة هينتهي بالتعادل، ويمكنك انك تتأكد من هذا بنفسك. واخيرا تعال نشوف المثال رقم 25 اللي هنتعلم فيه طريقة نعرف بيها أي بيدق سيرقي أولا. الموقف ده البيادق متساوية على الجانبين، لكن بيادق الأبيض في جناح واحد وبيادق الأسود على الجانبين. وعلى أي حال في الموقف ده اللي له النقلة هيفوز، ولكن في هذا الموقف النقلة الأبيض، ولكن طريقة الفوز فيها نقطة فنية لازم نتعلمها، وتعالى نتعرف عليها. أفضل نقلة للأبيض إن يلعب A4، والأسود بيلعب H5، A5، H4، وهنا الأبيض بيلعب B6، والأسود عنده اختيارين، يا إما ياخد البيدق أو يتقدم بالبيدق السالك. وهنبدأ أولاً بإن الأسود بياخد البيدق A takes B6، وهنا أيضاً الأبيض له خيارين، يا إما ياخد البيدق ويرقي ودي هتاخد 3 نقلات، أو يتقدم في طريقه ودي أيضا هياخد 3 نقلات. لكن هنا بالتحديد بنوصل للنقطة الفنية اللي عاوزين نشرحها. لو الأبيض أخد البيدق A takes B6 دي هتكون نقلة سيئة، وتعال نشوف إزاي. الأسود هيكمل H3 B7 H2 B8 كوين H1 كوين، وكل طرف أصبح له وزير والدور هينتهي بالتعادل، وده حدث من النقلة A takes B6. لكن الأبيض ممكن يفوز لو تجاهد البيدق الأسود ولعب A6، وبيكمل الدور H3 A7 H2 A8 كوين. وهنا بتيجي النقطة الفنية، الوزير الأبيض الجديد بيراقب مربع الترقية للبيدق الأسود وبيمنعه من الترقية، وبذلك الأبيض بيفوز. وبكده نستفيد إذا وصلنا إلى مثل هذا الموقف،
والابيض هنا عليه انه يقرر هل هياخد البيضة او هيستمر في طريقه. ودلوقتي يلا نعود الى هذا الموقف اللي قلنا فيه ان الاسود هياخد على المربع بي 6 وشفنا ازاي ان الابيض بيفوز. ولكن لو الاسود ما خدش على المربع بي 6 وحاول انه يتقدم بالبيضة ولعب اتش 3، هنا انت ممكن تعرف الحل الصحيح، هل الابيض ياخد على المربع اي 7 او يتقدم الى المربع بي 7. وبالطبع اذا كنت استوعبت الدرس هتعرف ان افضل نقلة للابيض هي بي تيكس اي 7، وبعد اتش 2 الابيض بيرقي والوزير الجديد بيتحكم في مربع الترقية للاسود والابيض بيفوز. ولكن على العكس في هذا الموقف اذا الابيض تقدم للامام الدور هينتهي بالتعادل، لان الابيض والاسود كل منهم هيحصل على وزير ولا يوجد طريقة لفوز احد الطرفين. ارجو ان تكون المعلومات اللي عرفناها في هذا الفيديو معلومات مفيدة، والفيديو القادم هنعرف احد اهم المناورات في مرحلة نهاية الدور وهي المقابلة. ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء مع الفيديو القادم من اساسيات الشطرنج. وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.